دي هنتكلم فيها على الحشيش. الحشيش ده بيطلع من نبات اسمه نبات القنب الهندي، بيطلع من الثمرة بتاعت النبات. الحشيش مادة كيميائية تترا هيدرو كانابينويدز، دي المادة الكيميائية اللي هي مخدرة، اللي فيها مخدر بتاع الحشيش. طيب الحشيش ده ما بيطلعش في اي حتة على فكرة، بيطلع في اماكن معينة زي لبنان وتركيا. ناس كتير قوي تقول يا دكتور نبيل الحشيش مش ادمان. طيب ليه مش ادمان؟ يقول لك والله يا الله يا سيجاره النهارده، سيجارتين النهارده، ممكن اقعد 3 4 ايام ما اخدش، مفيش مشكله عندي، ما بحسش باي حاجه. دي حقيقه، لان هو بيربط المادة المخدرة إذا كانت فيها إدمان ولا لا بالأعراض الانسحابية دي. كلامنا في وجود الحشيش. سيجارة سعادتك شربتها انا اقدر اقعد كله، لا لانه موجود في الدهن بتاع جسمك لغاية 8 اسابيع من اخر سيجارة انت خدتها. طب هو بيعمل مباشر على الجهاز العصبي، بيقلل سرعة الحنان